لهجن المرقاب على فوز ضوى وحصوله بالمركز الأول في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم من هنا من على درة ميادين السباقات ميدان الشحانية بانطلاقة شوطنا الثاني عشر المخصص لسن الحقائق ولفئة القعدان من ضمن انطلاقات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه في مساء يوم السبت الحادي عشر من شهر ديسمبر لعام 2021 بانطلاقة أشواط أصحاب السمو والسعادة الشيوخ من المسافة وهي 4 كيلومترات التي سترافقنا بعون الله في هذا الشوط. بداية مع مسيان هجن أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم في عملية التضمير يقدم لنا مسيان مع المركز الأول، بينما وتابع الحضور حضر في هذه اللحظات وانطلق الرهاوي هجن أم الزبار سعد بن سالم. الهول النعيمي يتحرك في هذه اللحظات في عملية التكتيك متابعا، بينما أتابع التدخل والتغيير والانطلاق وصل هنالك فرواع هجن الشحانية جار الله بن عقيل في عملية التكتيك في عملية المتابعة ليتقدم هذه المؤسسات الكبرى الحاضرة. أتابع أيضا التدخل والقدوم الجديد انضم في هذه اللحظات هنا هنالك أملول هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتحرك هنالك بهجن أم الزبار مع مقدمة الشوط. المركز الثاني وتابع التدخل في هذه اللحظات من قبل الرهاوي هجن أم الزبار سعد بن سالم بن حمد. الهول النعيمي يتحرك ليتقدم هذه المؤسسات الكبرى، يتقدم مع المركز الأول محتلا الصدارة الأولى، بينما أتابع الحضور من قبل هملول هجن أم الزبار وناصر بن حمد الشهواني. يقدم لنا هملول ليحتل الصدارة الأولى شوط فر وكر، معركة من البداية، معركة محلوة ورائعة في هذا المساء الجميل. هنا من معارك هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراها. إذن البداية الأولى والتحرك هنالك من بدأ في التقدم والوصول مجمل هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم مع مجمل في هذا الانطلاق. ومع هذا الشعار الأدعم الغالي الذي لطالما جملنا في المحافل الكبرى يتحرك بن عقيل متابعا هنالك لهجن الشحانية متقدما هذه الأسماء. وتابع القدوم هنالك من قبل هملول هجن أم الزبار وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني في عملية المتابعة متابعا لهملول على المركز الثاني. المركز الثالث حضر هنالك في هذه اللحظات الرهاوي هجن أم الزبار وسعد بن سالم بالهول النعيمية تحركوا، بين ما أتابع الحضور أدهم هجن أم الزبار وجابر بن علي النجم يتحرك بأدهم. المركز الخامس أتابع هنالك الحضور والقدوم من قبل فرواع هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، بينما نتحول هناك مع 800 متر الأخير تحركت وأقلعت في هذا المسار. انطلق هنالك مجمل هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم بمجمل بهذا الانطلاق الكبير. وتابع الاندفاع في هذه اللحظات وصل هنالك أدهم هجن أم الزبار وجابر بن علي النجم معه هنالك أدهم يتحرك، لكن العودة هناك مع هذه العروض الكبيرة مع هذا الأداء المتميز من قبل مجمل مع مؤسسة هجن الشحانية ومع البرنس المجمل دائما وأبدا يتحرك مع هذا الانطلاق الكبير. والنقطة الثانية في هذا الموسم وفي هذا المساء
يتقدم مع المركز الأول، يتحرك بكل عرض كبير وبكل أداء متميز. سلام لهجن الشحانية، وسلام لمن قدم لنا مجم الجار الله بن عقيل. بن عقيل يحتل الصدارة الأولى مع هجن الشحانية، مقدما العروض الكبيرة، مقدما الأداء المتميز، ومتحركا بكل امتياز وبكل ناموس كبير. تانينا على هذا الفوز والانتصار هنالك المجمل هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. تانينا هنا على هذا الفوز والانتصار، بينما أتى مع ثاني المراكز أتى هنالك أدهم هجن أم الزبار، وبمتابعة جابر بن علي النجم المركز الثالث. وصل على ثالث المراكز الريان هجن أم الزبار، فاران بن محمد بن قرع في عملية التضمير المركز الرابع. وصل على رابع المراكز عز هجن المرقاب وعلي بن سالم المالكي المركز الخامس. وصل على خامس المراكز فرواح هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. هكذا متابعينا الكرام تابعنا وإياكم هذا الشوط، فحضر مجمل بكل أداء كبير وبكل ناموس والأروع في هذا المساء لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. التوقيت الزمني 6:30 و79 جزءا من الثانية. تانين على هذا الفوز والانتصار، أتى على ثاني المراكز مقدما العروض الكبيرة والمتميز أدهم هجن أم الزبار، وبمتابعة جابر بن علي النجم. التوقيت الزمني 6:32 و79 جزءا من الثانية. تانين على هذا الفوز والانتصار، بينما من أتى على المركز الثالث حضر هنالك الريان هجن أم الزبار وفاران بن محمد بن قريع في عملية التكتيك والتضمير. التوقيت الزمني 6:33:99 جزءا من الثانية.